نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشه العمل الرابعه في اطار الاعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغه السيناريوهات اللازمه للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023/2024 وذلك بعقد جلسه نقاشيه موسعه حول الازمات المتعلقه بسلاسل الامداد العالميه وتاثيرها محليا. شارك في هذه الجلسه 24 خبيرا ومتخصصا في شؤون النقل. واللوجستيات فضلا عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية كما أشاد المشاركون بجهود الدولة في الاستثمار بالبنية الأساسية على مدار السنوات السابقة التي تؤهل مصر لأن تكون مركزا عالميا لسلاسل الإمداد وصناعة اللوجستيات كما اكد المشاركون ضروره التحرك لتشيد اسطول بحري قوي يدعم منظومه الانتاج المحليه التي تاثرت عقب الازمات الاقتصاديه العالميه وكذلك وضع قواعد جديده لتسجيل السفن وتسهيل الاجراءات التنظيميه بما يساعد في زياده حجم الاسطول التجاري المصري واتفق المشاركون على قدره مصر في لعب دور اكبر بسلاسل التوريد العالميه والاحتياج لاجراءات تشريعيه وتسهيلات جمركيه لتحقيق ذلك